ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا حاجة جميلة ما شاء الله. شايفين الجمال؟ دي طاجن لحمة بالخضار، تحفة تحفة تحفة. وده رز مبهر، جميل جميل جميل، وياريت تجربوه وهتلاقوا النتيجة معانا ان شاء الله. حاجة جميلة واللحمة مستوية جدا. تعالوا بقى نشوف الفيديو مع بعض. صباح الرضا، صباح الامل، صباح السعاده. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم طاجن لحمه بالخضار، تحفه، حاجه كده ما حصلتش. تعالوا كده نقول على المكونات. معانا لحمه متقطعه قطع صغيره كده زي ما انتم شايفين عشان تستوي معانا بسرعه ما تاخدش وقت. ومعانا بصلتين مبشورين، معانا عصير طماطم، توم، معانا الخضار بتاعنا كوسة، جزر، فلفل رومي، لو عايز تحط فلفل حراق ماشي زي ما انت عايزة، لو عايزاها سبايسي. عندنا بطاطس، عندنا طماطم متقطعة قطع كده، عندنا بسلة، بس البسلة مش في المكونات، بس احنا هنحط معاها بسلة. دي المكونات بتاعتنا، وهنبدأ كده ونقول بسم الله ويلا بينا نشوح اللحمة ونبدأ أحلى طاجن لحمة بالخضار. هتاكل صوابعك ورا. استني، راحوا فين؟ عملت اشتراك للقناة، عملت لايك، سبت كومنت حلو، فعلت زر الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. ياريت يلا بسرعة بسرعة عشان نبدأ مع بعض ويلا بينا. عندنا بقى حطينا الحلة كده على النار زي ما انتوا شايفين، وحطينا فيها زيت او سمنة زي ما تحبي، وهنحط عليها اللحمة. بسم الله. كده في الزيت هننزل عليها بالبصل. ونقلب انزل على الثوم كده تمام. يبقى حطينا زيت وحطينا لما اتقدح شويه حطينا عليه اللحمة، حطينا عليها البصل، وبعد كده نزلنا بالثوم. شايفين ما شاء الله جميلة ما شاء الله. هننزل عليها الفلفل الأسمر. أنا ما بحطش على اللحمة حاجات كتير لحد بس ما نبقى الآن نحط الخضار. فلفل، بهارات، بهارات كتير. كركم، فلفل اسود، وكركم، دي اللي انا حطيته. نقلب تقليبه كده عشان الريحه ايه تاخد من بعضها كده. جميله 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 ما شاء الله، الريحه تحفه. شايفين اصلا منظر اللحمه عامله ازاي؟ شايفين اتشوحت ازاي وبقت جميله جميله جميله، وريحتها مجرد بس ما شوحناها بالبصل والثوم والبهارات معانا ريحتها تحفه. هننزل عليها بقى ايه؟ كده الاول فص حبان ومستكه معانا مع بعض كده. شايفين الجمال؟ ننزل عليها بقى بالطماطم لان احنا عايزين، بسم الله، احنا عايزينها مستويه تلات ارباع سوا، لان احنا عارفين مع بعض الخضار ما بياخدش وقت، الخضار بيستوى بسرعه، فاحنا طبعا مش ضامنين اللحمه بتاعتنا الدبيحه صغيره كبيره، ما احناش ضامنينها،
هنسيبها كده بقى تستوي مع الحاجه بتاعتها كده ونظبطها. وطبعا مش حاطين ملح الوقت عشان ما ياخرهاش في التسويه. نزلنا كده ببهاراتنا، ببصلنا، بتومنا، بحاجتنا، حاجه تحفه. تعالوا بقى نعمل رز جميل جدا عما هي تستوي وتتظبط كده، ونعمل لكم رز ولا في الاحلى. يلا بينا. معانا اللحمه كده بعد ما تشربت كل الصلصه، محتاجه لسه شويه سوي، ما تحطوش عليها الخضار، لازم تستوي. تنزل عليها كده بشويه ميه سخنين. بسم الله، لازم الميه تكون سخنه عشان ما تستوي معاكي بسرعه. لو الميه متلجه كده مش هتستوي كويس، مش هتستوي معاكي بسهوله. هنسيب لها كده، شوف حطينا شويه ميه سخنين تشتغل. وبكده ما شاء الله اللحمه استوت معانا اهي. هننزل عليها بقى بالخضار اللي معانا. احنا قلنا بطاطس وفلفل وجزر وكوسه، وهننزل عليها بالطماطم. وما تنسوش ان احنا ما حطيناش الملح، احنا ما حطيناش الملح. نحط بقى الملح بتاعنا. وننزل عليها بالبسله. المكونات بتاعتنا ما كانش فيها بسله، بس احنا انا نسيتها يعني، فهحط بسله معاكم برضو. الخضار اللي معانا ونزلنا كمان بالبسله. انا بخزن البسله دي بالجزر بتاعها، يعني في ناس بتخزنها كده من غير الجزر لحد ما تطلعها تستعملها، بس انا بحب اخزنها بالجزر بتاعها. شايفين الجمال، شايفين شكل الخضار اصلا والتشكيله بتاعته، حاجه تحفه. هنسيبها بقى كده لحد ما تقلب شويه، وبعدين بقى نحطها في الصينيه بتاعتنا وتظبط كده بقى في الفرن، تستوي معانا في الفرن وتاخد اللون كمان. شايفين ما شاء الله، ما شاء الله، جميلة جميلة جميلة. هندخلها بقى معانا الفرن وهنشوف هنعمل ايه. شايفين اللحمة معانا والبطاطس والخضار، تحفة 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 بجد، جميلة جميلة جميلة. هنقلبها بقى في الصينية دي تكمل سوية معانا وتاخد لون كده وتاخد ريحة الفرن وجمال. بسم الله، شايفين الجمال مع بعض. قلبناها كده في الصينية دي وهندخلها بقى الفرن تكمل سويها. وطبعا ما تقلبهاش ولا اي حاجة، زي ما هي تكبها كده وتهزها في الصينية عشان تتساوى، وتحطها في الفرن بقى تاخد لون وتاخد ريحة وطعامة الفرن. وان شاء الله هنشوف مع بعض النتيجة ونشوف الرز الجامد. وبعدين تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. تعالوا بقى كده نعمل مع بعض رز جنب الطاجن اللحمة، اللحمة اللي بالخضار ده. نعمل بقى لقمة رز ان شاء الله هتستاهل بقكم. نسمي الله كده، جبنا الحلة وفيها الزيت، وهننزل بالرز على طول اهو. بسم الله، نزلنا بالرز كده يتشوح شويه في الزيت. يتشوح معانا في الزيت، هنحط عليه ورق لورا، نحط عليه ليمون مقطع، ليمونه كده عشان تدينا نقطة حلوة، ونحط عليه قرفة خشب. كده الأمور واضحة معانا اهي ما شاء الله. هننزل كده بالملح. بسم الله، نزلنا بالكزبرة،
بهارات فراخ، قرفة ناعمة، معانا بابريكا مش احنا عايزينه النهارده، معانا احمر كده وجميل، رز مختلف عن الرز اللي عملناه المره اللي فاتت. المره اللي فاتت عملنا رز ريزو وكان اصفر، النهارده بقى هنعمل مع بعض رز كده مبهر جميل جميل جميل. نسيبه كده يتشوح مع البهارات بتاعتنا اللي احنا حطيناها. نسيبه كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بعد ما الرز اتشوح معانا كده زي ما انتم شايفين وريحته بقت جميله قوي بالبهارات، هننزل عليه بمعلقتين صلصه كبار، ننزل عليه بمعلقتين صلصه ومعلقتين اتنين بس يعني، بس المعلقه ما بتفرق ما بتشيلش كتير، ونقلبهم كده ببعض. ما شاء الله شوفوا شايفين الجمال. هننزل عليه بقى بالميه السخنه اللي احنا مسخنينها، ما ننزلش بميه ساقعه على الاكل. معانا كده الرز بعد ما اتشوح، حطيت عليه معلقتين صلصه كبار، حطيت على الرز معلقتين صلصه كبار، وقمت نازله عليه بالميه السخنه، ونزلت على الرز بالميه السخنه وقلبته معاكم كده زي ما انتم شايفين، وهنسيبه بقى كده يستوى براحته. يبقى عملنا الرز شوحناه له بزيت او بسمنه زي ما تحبي، ونزلت عليه بالرز وسبته يتشوح مع ليمون مجفف ومع قرفه ومع ورق لورا والبهارات بتاعتنا، وسبته يتشوح شويه عمل الميه بتاعتي غلت، وبعدين حطيت عليه معلقتين صلصه ونزلت عليها بالميه السخنه المغليه، ميه مغليه، وبيستوى معانا اهو، وهنشوفه مع بعض بعد ما يخلص ان شاء الله. شايفين النتيجه معانا؟ ما شاء الله جميله جدا جدا جدا، وعلى جمالها وريحتها تحفه. يا ريت يا جماعه تجربوها يا ريت. ومعانا اهو الخضار ما شاء الله، جميل جميل جميل، حاجه كده ولا في الخيال، بجد تحفه وريحته خطيره. ومعانا كل الخضار اهو ما شاء الله، واللحمه واخده منه حاجه ما شاء الله جميله جدا جدا جدا. شايفين مع بعض ما شاء الله، شايفين النتيجه. وشوفوا الرز معانا، الرز معانا ريحته جميله جدا وتحفه، وجبه جميله جميله جميله. ويا ريت يا جماعه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد، ويا ريت يا ريت يا ريت تجربوها، بجد جميله جدا جدا جدا. اللحمه مستويه جدا، اللحمه ميه كده مستويه، وحاجه ما شاء الله جميله. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.